السلام عليكم، معكم عمران فيدي، لاعب رجاء الرياضي على ام اف ام سبور. بالنسبه للمسار ديالي هذا الموسم مع فريق الجمعيه الرياضيه السلاويه، داز موسم عندي مزيان الحمد لله. قدمت مباريات في المستوى، لعبت 28 ماتش، هذاك هو اللي كان الاهم بالنسبه ليا، ولحد الحمد لله قدمت مستويات جيده بشهاده الجامعه. بالنسبة للقرار ديال الإعارة، كان اختيار ديالي من كانت لافان سيزون ديال داك العام. الحمد لله قررت مشيت عند المدير التقني اللي هو سيف تيجامي، قررت باش نخرج. درت بسبيل المثال بحال عمر بوطياب، عمر العرجون، بدر بانون، اللي خرجوا بريطي عام ورجعوا بمستوى كبير وجيد، والآن راه كما كتشوفوا كيحافظوا على ألقاب مع الفريق الام ديالو. اختاريت باش نمشي اعاره باش نكسب تجربه هي اول حاجه، ومقابلات، لان في العام الا كانوا المقابلات بزيد اكثر احسن ما تبقى تلعب تبقى في الاحتياط ديال فريق الرجاء البيضاوي. لا، بالنسبه للاعاره ديالي من طرف جمعية السلاويه، هما اللي كان دوا معايا المدرب ديال فريق الجمعيه السلاويه اللي هو ابو بكر وتاره، كان وجه لي تحيه، هو اللي كان دوا مع المكتب فريق الرجاء، ومن ثم دوا معايا وتمت العمليه بنجاح. انا ضد القرار هذا، هو اللي خلاني هذا العام نخرج. انا بغيت نخرج باش نشوف، باش نعيش تجارب وناخذ ان اكسبيريونس باش نرجع اقوى من اللي كنت. والحمد لله كنتمنى من جميع اللاعبين الشباب، لما كانتش بلاصتو ولا يشوف راسو غيبقى مريح في الاحتياط ولا هادي، يخرج عام بريطي اللي يدير فيه ماتشات وبليز اكسبيريونس، وان شاء الله باش يرجع قوي. الحمد لله بلونطريمون بالانضباط، وكنبغي نشكر جميع لاعبين الجمعيه السلاويه من هذا المنبر، وكنقول لهم بلي ان شاء الله غيشوفوا عمران فادي في موسم اخر، عمران فادي اخر. بالنسبه من هذا المنبر كنبغي نقول لهم مبروك البطوله الوطنيه اللي استاهلوها، عندهم جروب كبير الحمد لله، كانت فرحه ديالي كفرحه ديال اي بحال اي رجاوي. الحمد لله كنتمنى لهم مسار جيد في عصبه الابطال وكوب العرب ان شاء الله. الحمد لله هاد لا سيزون خرجت باش قلت لك قبيله باش نخرج باش نرجع بلو فور حسن من اللي كنت، والحمد لله هذاك الشيء اللي غيكون ان شاء الله. وكنوعد الجمهور الرجاوي اللي غيشوفوا عمران فادي اخر الموسم الجاي. بالنسبه للرسميه ديالي ولا هذاك الشيء كيبقى اختيارات ديال المدرب، وبالنسبه كامل الاحترام ديالي للاعب عمر بوطيب اللي لاعب كبير وقال الكلمة ديالو الفد 5 سنوات الأخيرة مع فريق الرجاء. وبالنسبة للاعب عبد الله متكور اللي دوز اون سيزون زوينة، وكنتمنى ان شاء الله غير ربي يوفقني، واللي كان مزيان هو اللي يلعب. بالنسبة لي اللقب الأقرب واللقب اللي باغي الجمهور الرجاوي هو صبات الأبطال، وان شاء الله اللي غاب دي سنين على فريق الرجاء، كنتمنى من الله يوفقهم والله يسهل عليهم وبون كوراج. هدفي مع النسور هو ان شاء الله نحصدوا القاب ونفرحوا الجمهور الرجاوي. المثل ديالي الاعلى بدر بانون، كنقول لهم بلي ان شاء الله غنكون في حسن الظن ديالهم، وان شاء الله بلي غنقول الكلمه ديالي ان شاء الله الا تعطاتني الفرصه. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.